السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة طيبة مباركة طلاب وطالبات. إن شاء الله اليوم نبدي بالمحاضرة الخامسة من الانتربرايز أركيتكتشر مع التدريسية وسناء كاظم جواد. نانا بالنسبة للمحاضرة الخامسة بتحكي لي على الانتربرايز أركيتكتشر تولز اللي هي أدوات بنية المؤسسة. حسب ما نشوف هنا بهذا الدايجرام عندي الانتربرايز اركيتكتشر تولز منقسم لي الى مجموعه كبيره من المكونات والمحتويات، منها الدوكيومنتيشن، منها الجاب اناليسيس ماتريكس، الهيت مابس، الامبورتنت اكسبورت سبريت شيت، اورجانيزيشنال تشارت، باترنز، ريليشن شيب ماتريكس، ريكويرمنتس دايجرام والى اخره من هذه المحتويات. احنا هنا راح ندرس مجموعة من المكونات ونشرحها بالتفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، راح نبدي نشرح المكون الأول اللي هو البزنس بروسيس دايجرام، مخطط إجراءات العمل. البزنس بروسيس دايجرام is part of the business process model and notation BPMN is the main diagram type for defining business processes. The diagram can include start, intermediate, end event, business process activities, gateways, and pools and lanes, and more. The elements can be given a name and detailed description can be added to the notes. المهم هذا هاي الصفحة رقم 3 شنو تشرح على مخطط إجراءات العمل. هو جزء من نموذج عملية الأعمال والترميز BPMN. أيضاً هو نوع من أنواع الرسم التخطيط الرئيسي لتحديد العمليات التجارية اللي يمكن أن يتضمن أحداث البدء والمتوسط والنهاية وعمليات الأعمال، وأيضاً يمكن إعطاء للعناصر اسم وإضافة الأوصاف التفصيلية إلى الملاحظات. فبالنسبة إلى مخطط إجراءات العمل، هذا الشرح عليه اللي حكينا عليه اللي قلنا هو جزء من عملية الأعمال والترميز الـ BPMN، وكما هو موضح في هذا الديجرام اللي هو قاعد يشرح لي هسه هنانا من دي يقول لي This BPMN Business Process Diagram shows the use of the intermediate events to model وإلى آخره من الديجرامات. جينا طبعا هذه بالنسبة إلى البزنس بروسيس دايجرام هي أحد أدوات بنية المؤسسة اللي إحنا حكينا عليها من البداية. قلنا إحنا من نحكي على الانتربرايز أركيتكتشر تولز، هنا أنا عندي البزنس بروسيس دايجرام اللي هو مخطط إجراءات العمل، فهذا أول مكون من هذه الأدوات إحنا شرحنا عليه. نيجي نشرح على المكون الثاني اللي هو الكالندر. الكالندر، the calendar is a fully featured mechanism for recording the important events in an initiative and displaying other information such as resource allocation. شنو هذا معنى؟ التقويم، الكالندر هو تقويم، هو آلية مميزة بالكامل لتسجيل الأحداث المهمة وعرض معلومات أخرى مثل تخصيص الموارد. يعني احنا نعرف انه دائما التقويم نسجل به احداث مهمه ونعرض ايضا معلومات، ودي هنا أنا ايضا يقول لي مثل تخصيص الموارد. هذا هنا الحكي على الكالندر اللي هي احنا قلنا تعتبر اداه من ادوات بنيه المؤسسه. وصلنا الى الصفحه السادسه، من دي يحكي لي على الداشبورد دايجرامز. داشبورد دايجرامز، the dashboard diagrams allow high quality charts and graphs to be created to display repository information in a visually compelling way, such as the ratio of a requirement priorities in a pie chart. هذا شنو معنى؟ مخططات لوحة القيادة. تسمح مخططات لوحة المعلومات بإنشاء مخططات ورسوم بيانية عالية الجودة لعرض معلومات مستودع أو مخزن معين بطريقة مقنعة
بصريا مثل نسبة أولويات المتطلبات في مخطط باي اللي هنا elements by priority اللي يحكي لي على هذا الباي وكيفية تمثيل مخططات لوحة المعلومات أو لوحة القيادة. طبعا هسه هنا احنا حكينا على البزنس بروسيس دايجرام وحكينا على الكالندر وحكينا على الداشبورد دايجرام. دول ثلاثة من أدوات، دول الثلاثة هم أدوات من أدوات بنية المؤسسة، تكون مهمة جدا في تنظيم بنية المؤسسة. وهنا وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من المحاضرة الخامسة اللي نحكي بها على أدوات بنية المؤسسة. وأي سؤال أو استفسار أنا إن شاء الله حاضرة وبأي وقت إن شاء الله، وأتمنى إن شاء الله الكل أتمنى إن شاء الله الكل افتهم الموضوع، وأتمنى لكم كل الموفقية. مع السلامة.